الأحبة، ننتقل من هنا إلى منطقة الخليج. أغرب من الخيال، من الخيال. بل وفي أي بلد من بلاد الله فهي أرض مسلمة وهم مسلمون، فلا أفرق بين هنا وهناك. أنتقل إلى موقع الخبر. شاب من منطقة الخليج ولن أحدد البلد، حكاية ورب الكعبة حقيقي، نقلها إلينا من أثق في علمه من العلماء المخلصين. كتب وقائعها عن صديق لهذا الشاب قد تاب، ويحكي قصة صديقه. يقول هذا الصديق: لي صديق عشق فتاة وهام بها حبا من دون الله. ما توحد الله، نسوان ايه؟ هم اسمهم كده في اللغة، نسوان ايه وفتيات ايه؟ ربنا سبحانه انشراح الصدر بذكره وطمأنينة القلب بطاعته. شاب عشق فتاة وهام بها حبا من دون الله، أراد أن يتصل بها في الهاتف، أراد أن يتصل بها عبر الهاتف فأبت. عندها حياء، عندها كرامة، عندها عفة، عندها شرف. أراد أن يتصل بها بالهاتف، يا ريت نساء المسلمين يسمعوني. يتصل ثم تكتب عليها عند الله ويهددها بهذا الاتصال ويسجل لها، وتكون المصيبة طامة وتتنازل عن عفتها وشرفها. انظري إلى هذه الفتاة التي أقص خبرها. أغرب من الخيال، من الخيال. شاب عشق فتاة وأراد أن يتصل بها بالهاتف، إلا أنها أبت وتمنعت. حيائي يمنعني، أبدا لا يمكن بحال من الأحوال أن أسمح لنفسي أن أخالف ربي ومولاي وأن أهين والدي. أراد أن يلتقي بها، امتنعت. تبدأ نوع بس خمس دقايق على الكورنيش، ولا كورنيش ولا غيره، أبت. فازداد حبه ودخل إلى أهلها من باب بيتها: زوجوني ابنتك. قالوا: لا، أنت على معاصي، أنت على معصية نعرفه، وأنت دائما لا تطيع ربك، فإن أخلاقها تعلو أخلاقك، أنت مش متكافئ مع أخلاق هذه الفتاة. وجدوا أن هناك فارقا بين أخلاق الفتاة وأخلاق هذا الشاب، فرفض الأهل. يقول صديقه: فأخذ يشرب المسكرة، ما ترك شيئا إلا وشربه حتى أدمن، وكان يطوف بالليل والنهار حول بيت الفتاة يريد أن يسترق ولو نظرة من هذه الفتاة. يطوف ببيتها كما يطوف المسلمون حول بيت الله الحرام. أشرك بالله سبحانه وتعالى وهام حبا على وجهه وجن جنونه. وفي يوم من ذات الأيام، وهذه الفتاة صغيرة السن، إلا أن الله كان له أمر، نزل ملك الموت عليه السلام فماتت الفتاة بأمر الحي الذي لا يموت. وكان الخبر عند أهلها كالصاعقة، إلا أن الخبر وقع على قلب المحبوب كأجمل ما يكون، فعاد لصاحبه وقال: أعلمت يا صاحبي أن محبوبتي ماتت صباح اليوم؟ قال: أعظم الله أجرك. قال: أنا لا أريد منك عزاء. يقول الصاحب: فنظرت في عينيه فإذا بشيطان ينظر، شيطان ينظر. قلت له: فيما تفكر يا صاحبي؟ قال: سنمشي مع المشيعين، هنشيع جنازة محبوبتي النهاردة. فقال له وهو ينظر في خبث وبابتسامة شيطانية: اليوم يومي والليلة ليلتي. قال: ماذا تقصد؟ قال: اليوم آخذ من حبيبتي ومحبوبتي ما لم أنله في حياتها. فضحك الصديق وقال: أنت تمزح، أنت بتهرج.
تعبث، أنت تمزح. قال له أنت بتهرج يا حبيبي. قال له لا والله لا أمزح، اليوم أنال منها ما لم أنله في حياتها. ماذا تعني؟ قال آخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته. كيف ذلك؟ قال أمشي مع المشيعين ثم أدخل المقابر، وحين تخف الأقدام أنبش القبر ثم آتي حبيبتي كما كنت أريد منها في الدنيا. قال الصاحب له اتق الله اتق الله، أنا وأنت على المعاصي دائما، إنما توصل الحكاية لأن احنا نمثل بجثة ميتة بفتاة عفيفة شريفة. ده عرفت طول عمرها عفيفة شريفة، تهتك عرضها بعد موتها، لم ينل منها الناس نظرة في حياتها، تريد أنت أن تنبش قبرها؟ قال إليك عني ولا تصاحبني. قال فسرت معه خوفا عليه وإشفاقا به، وسرنا في الجنازة، الناس في حزن وهو في فرح وتشفي، ينظر للناس وكأنه يقول جزاكم الله خيرا، عودوا لقد أوصلتم عروستي، أوصلتم زوجتي ومحبوبتي إلى مكان أريده. فدفنوا الفتاة ثم عادوا وهم يدعون لها لأنهم يعلمون صلاحها. يقول الصاحب وخلت المقابر من الناس ولم يبقى هناك إلا أنا وصاحبي، ينظر إلى المقبرة في تشفي وأنا أجذب يده وأشده من ثوبه، عد يا صاحبي، وهو يقول إليك عني وإلا مزقت جسدك إربا. فأخرج سكينا من جيبه ثم رفعها في وجهي وقال ابتعد عني، فأسرعت وعدت إلى الخلف، وقفت بعيدا أنظر لما يفعل ذلك الشيطان، فوجدت عجبا، نبش القبر، نبش القبر، الناس قد ساروا، تركوا العفيفة الشريفة التي ماتت بعفتها وشرفها وحيائها في قلب المقابر. لسان حال الناس جميعا وقتها يستمعون لنداء الملك الكبير المتعال، يسمعون لهذا النداء بلسان الحال، يا ابن آدم رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، يا ابن آدم رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله وهو الحي الذي لا يموت. ما عادش إلا ربنا. يقول الصاحب فاقترب صاحبي من القبر وأنا أقول سيرجع سيعود، لن يفعل ذلك، فنبش القبر وأخرج الفتاة العفيفة الشريفة من قبرها، ثم أمسك بسكين في يده ومزق الكفن وأخرج الجسد، وجلس بجوارها ينظر بشيطانية إلى جسدها وأراد أن يواقعها، فإذ بالله ينزل به ملك الموت، ينزل به ملك الموت فيموت في التو واللحظة، ويحفظ الله عرض الشريفة العفيفة التي ماتت. يقول الصاحب نظرت لصاحبي فإذ به يرتعد وهو يقترب من الجسد، وإذ بالله يرسل ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه على حالته. يقول الصاحب فسقطت مغشيا علي ولم أدري بنفسي إلا بعد أن حل الليل، وعدت أقص خبره لعالم من العلماء، بل هو مشهور ذلك العالم، فقص الخبر وأعيدت الفتاة بعفتها وشرفها إلى قبرها، فمن الذي حفظها؟ أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين،
يتولى الصالحين. فاحذر يا مسكين، الله ولي الذين آمنوا. يدافع عنه، يدافع الله عن الذين آمنوا. أراد أن يهتك عرض الفتاة الشريفة العفيفة، ملك الموت يقول له مهلا، اليوم يومك والليلة ليلتك، من ربك؟ فلا إجابة. أريد من علماء الدنيا الآن أن يجتمعوا ليفتوني في هذه القصة. أريد فتوى، أريد فتوى من المميعين، أريد فتوى يقولون لي أهذا سيحشر مع النبي محمد أم أنه سيلقى شفاعة من الله؟ أريد ممن يخرجون من الدين ما أضاع الناس وهو ليس من الدين في شيء، أريد منه أن يقول لي أهذا سيخرج من جهنم؟ لا علم لي بذلك، لا علم لي بذلك، بل إن العلم الذي تعلمته يقول إنه مات على سوء خاتمة. لا أقول إنه مثل بجثة فهو كافر، مثل بجثة، فما ظنك بمن أراد أن يهتك عرض امرأة ماتت على عفة وشرف ثم مات بسوء خاتمة؟ ما هو حاله؟ علمه عند ربي ولا أحكم عليه، إن الحكم إلا. أيها الأحبة، قصة أغرب من الخيال